أوضحت وزارة التنمية الاجتماعية في عرض مرئي خلال تدشين خط حماية الطفل أن الذكور هم الأكثر تعرضاً لحالات الإساءة بنسبة 53% مقابل 47% من الإناث. وتنوعت أنواع الإساءات حيث يأتي الإهمال في المرتبة الأولى بنسبة 55%. كما أوضح العرض الإجراءات المتبعة للإبلاغ عن الإساءة وهي على الترتيب الآتي: التبليغ عن العنف، الاستقبال، المقابلة أو الاستماع للضحايا، التقييم وجمع المعلومات، المتابعة، التوثيق، مرافقة الطفل الضحية والتوجيه والإرشاد.